أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من أوضة اللبس بشكلنا الجديد ومواعيدنا مش مواعيد جديدة لكن أيام مختلفة. من أول ما اشتغلنا برنامج كنا بنطلع لحضراتكم وبنطلع لايف 3 أيام في الأسبوع، بقينا 5 أيام زي ما قلنا لحضراتكم الأسبوع اللي فات. لكن الأهم من كده إن احنا الحمد لله قدرنا إن احنا نطور حاجات كتير في فقرات البرنامج، وهنبقى حاجات متنوعة وضيوف بشكل مختلف، وإن شاء الله يعني احنا بصدد التعاقد على بعض الهايلايتس من بعض الدوريات الأوروبية، هنعمل إن شاء الله شغل بإذن الله يعجب حضراتكم. وإحنا ما خدناش خطوة الخمس أيام إلا ما كنا متأكدين إن احنا الحمد لله مستعدين ليها تماما. سعيد إن أنا أكون موجود معاكم 5 أيام في الأسبوع بدل من 3 أيام. كان 4 ايام بعيد عنكم يعني كتير، دلوقتي هيبقوا 2 بس. هنشتغل من السبت للاربع في نفس ميعادنا الساعه 11 مساء بالشكل الجديد بتاع اوضه اللبس. طيب النهارده يعني حصل كلام بيني وبين مسؤولي وادي دجله ما بين المهندس ماجد سامي ووادي دجله، بعد جواب لاتحاد الكوره بيقول ان محمد ناصف لعب مباراته امام وادي دجله مع طلائع الجيش. محمد ناصف طبعا انتوا حضراتكم عارفين الباك ليفت بتاع الجيش اللي كان بيلعب في امبي وكان بيلعب في الزمالك. وادي دجله بيقول ان محمد ناصف ما كانش المفروض يلعب لان كان عنده 3 انذارات. واحكي لكم القصه ايه يعني باختصار. في جوابات خطابات راحت للانديه، خطاب راح للانديه بتاريخ 4/11 خطاب بيقول ان الانذارات اللي في كاس مصر لموسم 2019-2020 مش هتتحسب على اللعيبه، يعني اللعيبه هتخش الدوري اللي معاه انذارات من الكاس هيخش نظيف، هيخش مصفر معهوش انذارات. ومحمد ناصف كان واخد انذارات في الكاس، خد انذار في نهائي الكاس السنه اللي فاتت في ماتش طلائع الجيش والاهلي، وبناء عليه اتحاد الكوره بعت جواب لنادي طلائع الجيش بان اللعيب موقوف ماتش غزل المحله واللعيب ما لعبش ماتش غزل المحله. فالنهارده وادي دجله عايز يا جماعه صوره من الخطاب يا شباب نعرضها للساده المشاهدين. ده الخطاب اللي بعته وادي دجله للجنه المسابقات، بيقول لهم السيد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم تحيه طيبه وبعد الى مباراة طلائع الجيش وادي دجلة في الاسبوع السابع من مسابقة الدوري العام التي اقيمت يوم الجمعة الموافق 10/1/2021 والتي انتهت بفوز طلائع الجيش بنتيجة 1-0 ومشاركة لاعب طلائع الجيش محمد ناصف في المباراة. نحيطكم علما بان اللاعب كان قد سبق وان حصل على 3 بطاقات صفراء هذا الموسم، كان اخرها في مباراة الاسبوع السادس من الدوري الممتاز بين طلائع الجيش والزمالك، حين اشهر الحكم ابراهيم نور الدين بطاقه صفراء للاعب بعد ان كان اللاعب نفسه قد نال بطاقتين سابقتين في مباراتي الجونه بتاريخ 11 ديسمبر والمقصه 22 ديسمبر. الا ان نادي طلائع الجيش قد اخطا باشراك اللاعب في مباراه الاسبوع السابع امام وادي دجله، علما بان لوائح المسابقه كانت قد نصت منذ البدايه على ان انذارات الموسم السابق في الكاس لا ترحل مع اللاعب للموسم الحالي الا في حالات الايقاف، وعليه فان اعتبار انذار اللاعب اللي حصل عليه بتاريخ 22 ديسمبر امام المقصه انذارا ثالثا وضعا في العصبان اصداره في احدى مباريات كاس يعد غير قانوني طبقا للوائح المسلمه للانديه. في خطاب اتبعت للانديه ان الانذارات في الكاس لموسم 2019-2020 ايا كانت، على فكره اللي كان بعت الجواب ده مازن مرزوق في الفتره اللي تولى الخطاب ده الخطاب اللي مبعوت، لا دي لائحه اتحاد الكوره، في حالة استمرار مسابقة كاس مصر الخاصة بالموسم السابق وتداخلها مع الدوري المصري الممتاز لا تحتسب الانذارات التي يتلقاها اللاعبون في بطولة كاس مصر 2019-2020 في سجل انذارات للاعبين للموسم 2020-2021، ويستثنى من ذلك حالات الطرد. ده يا جماعة الخطاب اللي اتحاد الكرة بعته للأندية بتاريخ 4/11 مازن مرزوق، الاستاذ طبعا مازن مرزوق رئيس لجنه المسابقات السابق، بعت الجواب ده للانديه. وبناء عليه يعتبر ان المفروض محمد ناصف يعني المباراه اللي هو توقفها مباراه غلط اساسا،
كان لازم في خطاب بقى بيقول ايه؟ ان الانديه شباب جيبوا لي القصه دي، ان الانديه هي اللي مسؤوله. لا في خطاب تاني، ان الانديه ده الخطاب اللي اتبعت لا 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 في خطاب تاني يا جماعه بيقول ان في جواب بيقول ان الانديه هي اللي مسؤوله عن مراجعه انذاراتها مش اتحاد الكوره. يعني نادي طلائع الجيش المفروض ان هو كان يراجع الموضوع ده. لا مش هي دي، ده الكلام اللي انا بقوله لكم. فالنهارده نادي وادي دجله في شكوى اتقدمت، الشكوى اللي اتقدمت اللي انا عرضتها لحضراتكم بيطالبوا باحتساب نتيجة مباراة طلائع الجيش 3 نقاط لصالحهم. إن نادي طلائع الجيش أشرك محمد ناصف بالخطأ في المباراة، وإن اللاعب كان موقوف. وفي نقطة تانية مهمة. محمود علاء عنده دلوقتي جه جواب لنادي الزمالك ان هو موقوف عنده 3 انذارات بناء على الانذار الثالث اللي هو خده في مباراه المصري الاخيره. فالمفروض ان محمود علاء مدافع الزمالك موقوف في مباراه الجونه اللي جايه. والكلام ده مش مظبوط بناء على الخطاب اللي اتحاد الكوره بعته. اول حاجه احنا ما عندناش لجنه مسابقات في اتحاد الكوره. مهندس اعمل مجاهد قرر ان ما فيش لجنه مسابقات وان هو اللي هيعمل كل حاجه بنفسه. ماشي. النهارده لجنه المسابقات اتحاد الكره ايا كان بقى الناس دي اللي موجوده ولا قبلها، ده خطاب رسمي مبعوث من اتحاد الكره للانديه. محمود علاء كان واخد انذارين في كاس مصر السنه اللي فاتت اللي هو بتاع الموسم بتاع 2019 و2020. النهارده اتحاد الكره لو على الخطاب اللي اتبعت للانديه بتاريخ 4/11 حتى لو ده بعد التاريخ، الجواب ده لازم محمود علاء يلعب ماتش الماتش الجاي بتاع او يحق له المشاركه في مباراه الجونه. النهارده اتكلمت مع عبد الحليم علي وبعت له كل الصور دي، ونادي الزمالك بكره هيبعت خطاب لاتحاد الكوره هيقول له ان انا بطلب مشاركه محمود علاء بناء على الخطاب اللي انت بعته لنا، وان محمود علاء من حقه المشاركه امام الجونه، محمود علاء مش موقوف. ووادي دجله حقه ان هو يطالب بحقه لان في خطاب رسمي مبعوث من اتحاد الكره ايا كان بقى مين اللي بعته، مجلس الاداره، اللجنه الخماسيه، اللجنه الثلاثيه، مازن مرزوق، وليد العطار، ايا كان مين، ده حق الانديه ان هي تدافع عن حقوقها. فوادي دجله بيدافع عن حقوقه بناء على خطاب رسمي مبعوث من اتحاد الكره للانديه كلها. ومن حق دلوقتي نادي الزمالك، من حق نادي الزمالك ان هو يطالب بمشاركة محمود علاء في المباراة القادمة امام الجونة. الاندية ملهاش دعوة ان في لجنة مشيت ولجنة جت، فاللجنة اللي جت مش عاجبها الخطاب اللي اتبعت من اللجنة السابقة فقررت ان هي ما تعملش بيه. الكلام ده ماشي لو ما كانش الخطاب اتبعت للاندية اوريدي، خطاب مختوم وموقع من رئيس لجنة المسابقات. فخلاص ما ينفعش انت تيجي بعد كده تقول لا انا الخطاب ده ما بعترفش بيه. الكلام ده غير قانوني، والكلام ده هيدخل الانديه، هيبقى في مشكله كبيره جدا بين اللجنه الثلاثيه اللي بتدير الاتحاد وبين الانديه. نادي الزمالك، وانا بقول لكم ولسه عرض لكم الخطابات اهو، هيبعت بكره خطاب لاتحاد الكوره هيقول له أنا بطالب بحق مشاركة محمود علاء في المباراة القادمة، لأن محمود علاء الإنذارين اللي هو واخدهم في الكاس أنت بعت لي خطاب بتقول لي إن الإنذارين دول اتشالوا. حتى ولو كان الكاس بيتلعب بعد بداية الموسم. فأنت اتحاد الكورة بعت لنادي الزمالك وبعت لكل الأندية خطاب بيقول له إن الإنذارات هتتشال. واللعيبه هتخش مصفره الا في حاله الطرد والايقاف بس. فالنهارده في مشكله كبيره جدا، لازم النهارده ما ينفعش الناس اللي تيجي تلغي الناس اللي فات عملوه. وفي خطابات رسميه طالعه من اتحاد الكوره موجهه للانديه بتفيد بعكس الكلام اللي بيتنفذ دلوقتي. فانا كان المفروض ان معايا
احد مسؤولي وادي دجله، المفروض المهندس حازم خيرت او حازم خيرت موجود معايا. مساء الخير مساء الخير يا حازم حبيبي، ازيك، اخبارك ايه، عامل ايه، وحشني. كله تمام الحمد لله. اول حاجه حازم لازم اهنيكوا على الفريق المانيتو، وفعلا انا بستنى ماتشات وادي دجله، ما اعرفش حد بيقول لك على الكلام اللي انا بقوله على وادي دجله، ولكن انا فعلا بستنى ماتشات وادي دجله، لان فعلا فرقه بتلعب كره محترمه، والنادي الوحيد اللي بينفذ استراتيجيه ان على الاقل 60 او 70% من الفريق من اولاد النادي، وده قمه النجاح في كره القدم. ربنا يخليك وشكرا، ولسه يعني لسه كمان لما ناخد ماتشات الجايه الدنيا هتعلق شويه معانا، واللعيبه تاخد على بعض. احنا برضو كان بين الموسمين كان فتره قليله جدا اللعيبه ما دخلتش مع بعض قوي، الماتشات هتجيبنا اكتر، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله يا حازم. دلوقتي انا كنت بحكي على القصه بتاعت الخطاب اللي انتوا بعتوه اعتراضكم على مشاركه محمد ناصف في المباراه الاخيره امام يعني بتاع طلائع الجيش. هقول لك بقى انت المساعدين بتاع المدير الفني بيقعدوا يشوفوا قبل الماتش مين هيلعب الماتش الجاي، مين واخد انذارات، احنا ما جيلناش حاجه. فبالمتابعه الانذارات الفتره اللي فاتت لقينا محمد ناصف واخد 3 انذارات. كويس؟ ده قبل الماتش. في الماتش لقينا محمد ناصر بيبتدي. الماتش خلص، بنشوف بعديه يعني عايزين نتاكد. واخد 3 انذارات. اللائحه دي اللي جاء مش خطاب، ده اللي جاء شروط المسابقه اللي مبعوته قبل بدايه الدوري يوم 10. فهمت. اللي هي شروط شروط المسابقه كاملة، يعني دي الاسطوري اللي بنمشي عليه الموسم كله. ده كان باعتها مازن مرزوق صح؟ لما كان رئيس لجنة المسابقات. كان باعتها اتحاد الكورة. يعني باعتها اتحاد الكورة. خطاب رسمي طالع من اتحاد الكورة ان هو دي الشروط اللي هتبدأوا بيها الموسم. ما تعدش بيعدش أي حاجة من الموسم اللي فات غير الإيقاف والطرد، حتى كأس مصر. حتى لو تداخل كأس مصر مع الموسم الجديد ما بتحسبش الإنذارات. فبالتالي الثلاث انذارات اللي واخدهم الموسم ده اللي هم الجونه والمقاصه والزمالك، 3 انذارات، فمفروض ما يلعبش ماتش. وانتوا بعتوا خطاب يا حازم لاتحاد الكوره دلوقتي، انا عرضته. عملت احتجاج ودفعت رسوم الاحتجاج 10,000 جنيه النهارده الصبح. واتحاد الكوره يقبل الاحتجاج وهنشوف. خلي بالك ان لو ما حصلش حاجه في الموضوع ده ماجد سامي هياخد منك ال 10,000 جنيه دول. دفعوا خلاص. يعني واحنا طبعا احنا عارضين على الشاشه دلوقتي يا حازم صوره من الوصل اللي هو اللي انتوا استلمتوه يعني بالفلوس، وده طبعا الوصل الرسمي اللي طالع من اتحاد الكوره. يعني انتوا دلوقتي منتظرين هيتم النظر في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الطلب بتاعكم، وعندكم امل ان ان ان, إن يتم احتساب ال3 نقاط ليكم. طبعا. بس الخطا يعني ايا كان الخطا، لكن ده حق والنادي وادي دجله. في لاعب اشرك في موضوع في مباراه الاخيره ما كانش المفروض يلعب على حسب اللوائح اللي جايه من اتحاد الكوره. يعني بقول لك انا قبل الماتش احنا عارفين فلان مش هيلعب علشان واخد 3 انذارات. كويس. بالحس يعني دي شغله من الجهاز المعاون مع المدير الفني، بيشوف مين هيلعب مين مش هيلعب الماتش الجاي، مين كويس مين فبنركز. طب يا حازم يعني مفيش حد طيب من الاداريين بتوع الفريق مثلا راح للحكم قبل المباراه او لمراقب المباراه؟ ما اقدرش انا، وانا مش متاكد 100%. كانش في تاكد 100%. قبل الماتش بقى ب5 دقايق ولا نص ساعه لما طلع سكور شيت. خايف ندخل نقول لا ده واخد 3 انذارات، دي برضه عمرها ما حصل. بس فقلنا يمكن يكون في حاجه، ما خطا ما حد المساعدين اخطا في عد الانذارات. كنت بعد المباراه اتاكدنا ان في 3 انذارات فعلا الموسم ده اتاخد. وده طبعا ممكن انديه تانية تبني قضيه على الطلب بتاعكم. لسه انا كنت بتكلم دلوقتي ان محمود علاء عنده نفس الكيس. في كذا، هتلاقي طبعا اكتر من لعيب.
لو هم عدوا ماتش الاهلي في الموضوع ده او نهائي الكاس هتلاقي لعيبه طالعه الجيش ولاعيبه لعيبه الاهلي برضه ولاعيبه الاهلي هتلاقي فيه نفس الموضوع. يعني طبعا موضوع انا بالنسبه لي غريب ان بعد ما يتم ارسال خطاب من اتحاد الكوره ايا كانت اللجنه اتغيرت او المسؤولين اتغيروا لازم يتم طالما طلعت حاجه رسميه يبقى لازم تمشي في نفس الدايركشن وفي نفس الاتجاه اللي الناس اللي قبليك اشتغلوا عليه حتى لو انت على خلاف معاهم. حازم بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معايا في اوضه اللبس. يعني موضوع غريب موضوع غريب. والنهارده انا بقول لكم ان نادي الزمالك عنده مشكله. انا النهارده اتكلمت مع عبد الحليم علي وبلغته ان هو لازم وعبد الحليم اكد لي ان في خطاب هيتبعت لاتحاد الكوره هيقول له انا بطالب بحقي بمشاركه محمود علاء لان انت بعت لي اللائحه قبل ما الموسم يبدا بعتها لي ايا كان بقى انت ولا غيرك دي طالعه من اتحاد الكوره. هي نفس الجهه. خطاب بيؤكد ان الانذارات بتاعت الكاس مش محسوبه. هترد عليا تقول لي اصل ماتشات الكاس اتلعبت بعد تاريخ مش عارف ايه بتاع. لا الخطاب واضح وصريح. فطبعا دي قصه هنشوف الاول الطلب اللي عمله وادي دجله. انا مش مصدق ان مفيش حد يعني الطبيعي ان كان يتم تعيين بعد اعتذار مازن مرزوق عن اكمال مهمته. الراجل طبعا قال انا مش يعني احنا مش على توافق مش هنقدر نشتغل مع بعض. وراجل يعني راجل محترم جدا مازن مرزوق. كان لازم النهارده يتم تعيين رئيس لجنه المسابقات يبقى هو المسؤول قدام الناس. اللجنه الثلاثيه اختارت ان لا احنا ما فيش حد هيبقى رئيس لجنه المسابقات. فاحنا مش دلوقتي مش عارفين بنوجه كلامنا لاتحاد الكوره واللجنه الثلاثيه اللي بتدير الكوره في مصر. هنعمل ايه في المشكله دي؟ النهارده نادي الزمالك بيطالب ونادي وادي دجله وهتلاقي النادي الاهلي برضو في لعيبه خدت انذارات ممكن في ماتش نهائي الكاس. وقبل النهائي اللعيبه دي هيتم التعامل معاها ازاي؟ واتحاد الكوره بعت لائحه بتؤكد ان الانذارات مش هتتحسب معانا. فدي طبعا كان موضوع مهم جدا بنتكلم فيه. نطلع بريك وبعد البريك عندي اخبار مهمه جدا عن تطورات ازمه مصطفى محمد وهيكون معايا انيس بوجلبان نجم النادي الاهلي السابق وفي زوم وهنتكلم معاه عن اللعيبه التوانسه اللي بيلعبوا موجودين في الدوري المصري ورايه في النادي الاهلي واداء النادي الاهلي وهنتكلم معاه في حاجات تانية كتير جدا مع الكابتن انيس بوجلبان. تعالوا نشوف نشره الاخبار وبعد نشره او اهم الاحداث الرياضيه والاخبار الرياضيه اللي حصلت النهارده مع زميلتي منى نرجع نكمل معاكم. اهلا بحضراتكم من جديد وجوله رياضيه تضم اهم واخر الاخبار المحليه والعالميه حتى الساعه. سانت تيان يعتذر رسميا للزمالك بسبب تصريحات رئيسه بشان مفاوضات التعاقد مع مصطفى محمد. منتخب مصر يكتسح مقدونيا الشماليه 38-19 في بطوله العالم لكره اليد. حسن قداح يفوز بجائزة رجل مباراة مصر ومقدونيا الشمالية في بطولة العالم لكرة اليد. السلية يعود لقائمة الأهلي أمام البنك الأهلي بعد تعافيه من كورونا. سموحة يتعاقد مع مصطفى فتحي على سبيل الإعارة من صفوف الزمالك. ودي كانت اهم واخر اخبارنا الرياضيه للنهارده من برنامجكم اوضه اللبس. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في اوضه اللبس. موضوع نادي الزمالك ومصطفى محمد وسانت تيان زي ما حضراتكم طبعا تابعتوه الايام الاخيره والجدل الكبير اللي اثير حول موضوع مصطفى محمد واتهامات رئيس نادي سانت تيان لمسؤولي نادي الزمالك. ان هو احد مسؤولي نادي الزمالك او بعض من مسؤولي نادي الزمالك طلبوا عمولات وكلام طبعا كلام يعني انا فوجئت ان رئيس نادي بحجم نادي سانت تيان وراجل عنده خبرات كبيره جدا في كره القدم ان هو يقول كلام زي ده. ولكن النهارده الامور اختلفت. احكي لكم القصه ايه. يعني الراجل طبعا رئيس نادي
سانت تيان، طلع ظهر مع زميلي عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر 1 وطلع على قناة النهار، والراجل اتكلم كلام يعني في جزء غلط عليه، جزء غلط عليه، انا يعني ايه بفهم يعني شويه يعني فرنساوي وبفهم الكلام اللي هو الراجل بيقوله. الراجل غلط غلطه كبيره جدا في ان هو قال جمله، ان هو قال ان بمهل نادي الزمالك مهله 48 ساعه يا اما ان هم يوافقوا على الديل يا اما هطلع اعلن مين اللي طلب عمولات. ده كلام يعني ما ينفعش يتقال، كلام هو النهارده قتل الصفقه، يعني هو قتل الصفقه بالكلام اللي هو قاله. وكلام النهارده نادي الزمالك مش نادي صغير، والناس اللي شغالين فيه كلها ناس محترمه وناس شريفه وناس عمرها ابدا ما هتقبل بالكلام ده، لا على مستوى ان هو بينهم وبين نفسهم ولا قدام الجمهور. نادي الزمالك طلع بيان محترم قال فيه ان هو اغلق الصفقه، وان هو بيرفض رفض تام الاتهامات الموجهه من الراجل رئيس النادي. ده البيان المحترم اللي طلعه النهارده مجلس اداره نادي الزمالك، اللي بحييهم على شجاعتهم في ان هم رغم ان هم البيان اللي خرج امبارح ان نتابع نادي الزمالك بكل اهتمام تصريحات رئيس نادي سانت اتيان الفرنسي بتاريخ 14 يناير في قناه النهار، وما تضمنته من اشاره الى اشخاصا لم يسميها او يبين صفاتهم، طلب الحصول على اموال مقابل تسهيل انتقال لاعب الزمالك مصطفى محمد الى نادي. وفي هذا الشان يؤكد نادي الزمالك ما يلي: اولا، ان نادي الزمالك يرفض باي شكل من الاشكال اي اساءه او محاوله للتشهير لاي من المنتسبين له والذين يتمتعون بالشفافيه والمصداقيه. ثانيا، يرفض النادي بشكل قاطع لا لبس فيه ما تضمنته التصريحات المذكوره من تهديد بالافصاح عن اسماء من طلبوا الحصول على اموال حال عدم اتمام الصفقه، ويطالب المسؤولين بنادي سانت اتيان بالافصاح فورا عن هذه الاسماء ان وجدت، وذلك التزاما بمعيار النزاهه والشفافيه واجبه الاتباع. ثالثا، وفي هذا الاطار يعلن نادي الزمالك الغاء التفاوض نهائيا بشان انتقال اللاعب مصطفى محمد الى نادي سانت اتيان الفرنسي، احتراما منا لكيان وشان نادي الزمالك وكذلك جماهيره العريضه في كل مكان، والتي لا ترضى بمثل هذه الامور والتي تتعارض مع قيم ومبادئ النادي العريق، والذي طالما شهدت بها الألسن والقلوب وتمسسها المشاعر. رابعا، ان نادي الزمالك يقوم حاليا طبعا باتخاذ الاجراءات القانونيه ضد نادي سانت اتيان. النهارده طبعا ده بيان محترم، الناس اللي موجوده اللي شغاله زي ما قلت لكم ما تقبلش ابدا ان كلمه او اتهامات زي دي يتم توجيهها لاي شخص ينتسب لنادي الزمالك. النهارده سانت اتيان طلعوا ستيتمنت او بيان بيوضحوا موقفهم، ان الراجل جون لوك بوزين اللي هو الراجل اللي هو بقى السبورت دايركتور ده اللي نزل مصر قعد 10 ايام بياكد إن إن, ان 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 الكلام اللي قاله الراجل رولاند رومير رئيس النادي مع في قناه النهار مع عمر ربيع، هم بالنسبه لهم بالنسبه لنادي الزمالك دلوقتي معنى ان انا وافق على الصفقه، يبقى معنى كده ان انا فعلا خايف من الكلام اللي قاله الراجل بالعقل كده. ففعلا الراجل رئيس نادي سانت اتيان الكلام اللي قاله مع عمر كلام يعني انا مش مصدق ان راجل بخبراته الكبيره، راجل عنده 75 سنه وسنوات في العمل في كره القدم، انا مش مصدق ان هو طلع قال الكلام ده. لو هو عايز يفشل الصفقه ما كانش طلع قال كده، الا بقى لو هو عايز يفشل الصفقه، ما اعرفش، الله اعلم الراجل بيعمل ايه. فجوه نادي الزمالك برضو عايز اقول لكم على كلام مؤكد، يعني باتشيكو معجب بمحمود رزق مدافع نادي الاتحاد، وقال ان لو انا عايز سنتر باك فالوحيد اللي انا عايزه هو محمود رزق. زي ما حضراتكم عارفين ان الزمالك بياخد ماتشاته من الاتحاد، فالراجل بيتفرج على كل ماتشات الاتحاد، انتوا عارفين عشان افهم حضراتكم ايه، المدرب بيتفرج على فيديوهات الفرقه اللي هيلعبها، فدايما الفرقه اللي الزمالك هيلعبها الماتش اللي قبليه بيبقوا بيلعبوا الاتحاد، فده بيخليك ان انت بتتفرج على الفرقه فرقه واحده على طول لو انت بتتفرج على مباراه كامله يعني. فالراجل لما اتفرج على ماتشات الاتحاد اعجب بمحمود رزق. محمود رزق طبعا مدافع الاتحاد
مدافع هايل هايل وشرس، وفي الكور الثابته الهجوميه شرس، مدافع يليق بنادي الزمالك، يليق بنادي الزمالك. باتشيكو ابلغ الكابتن اشرف قاسم النهارده ان هو عايز محمود رزق، ان هو عايز محمود رزق. محمود رزق طبعا مواليد 1/11/93، يعني عنده 27 سنه، وده يعتبر سن كويس جدا، اللي هو لا صغير قوي ولا كبير، تقدر تستفيد منه 6 7 سنين. بصراحه محمود رزق مدافع محترم، وفعلا يعني الناس جوه نادي الزمالك، في ناس عن طريق الوكلاء يعني، واللي مشترك في صديقي سمير عبد التواب، فعلا اتكلموا مع مسؤولي الاتحاد في ان هم بيستطلعوا رايهم في امكانيه بيع محمود رزق لنادي الزمالك، وبكام وبتاع، وفعلا اتكلموا معاهم. لكن لسه الخطوه اللي جايه ما اعرفش. في ناس جوه نادي الزمالك عايزين اسامه جلال، وشايفين ان اسامه جلال هو الانسب. ف المدير الفني ليه راي، وفي ناس ليها راي تاني. انا بقول ان 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 يعني المدير الفني يعني لازم يكون في تقريب لوجهات النظر، ومفيش مشكله يعني، الاثنين لعيبه كويسه على فكره. ومعانا دكتور حسين السمري، عضو اللجنه التنفيذيه داخل نادي الزمالك. دكتور حسين مساء الخير. كابتن حبيبي، ازيك كابتن نيلو؟ ازيك يا فندم، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كتير. وانت حضرتك؟ بقالنا زمن ما شفناكش. ربنا يخليك. هاجي لكم نادي الزمالك ان شاء الله قريب، ازوركم باذن الله. يا تنور بيتك. دكتور حسين، الحقيقه لازم احييكم على البيان المحترم اللي خرج امبارح بشأن قضية مصطفى محمد واتهامات رئيس نادي سانتيتيان بوجود عمولات وناس طلبت عمولات. والنهارده أنا عايز أعرف يعني رد فعلكم بعد، أو رد فعل نادي الزمالك بعد البيان اللي أخرجه نادي سانتيتيان، إن هم بيحترموا مسؤولين نادي الزمالك، وإن هم عارفين إن هم ناس محترفين وناس عندهم نزاهة كبيرة جدا، وبيتمنوا بمواصلة العمل أو ريليشن سبورت ريليشن شيب ما بين الناديين. شوف كابتن، هو يعني انا ليا راي خاص يعني. اتفضل. هل هو البيان رسمي؟ يعني البيان جه لنادي الزمالك من خلال وسائل الاتصال مثلا رسميه؟ احنا بعتنا دايما على الايميلز كل امورنا في التفاوض، فلو كان نادي سانتيان تقدم باعتذار لنادي وليه كيانه وليه رئيسه، كان اعتقد ارسله على الايميل على الاقل، او يحصل اتصال تليفوني. لكن هو المتداول، انا شخصيا ما اعرفش مصدره يعني، حتى احنا بصينا في الموظف المسؤول عن الايميل عن استقبال الرسائل الالكترونيه، ما قالش فيه اي رساله. ده حاجه. المتداول كابتن ميدو غير موقع من اي حد، او صادر زي ما اتقال في ممكن تجيبوا لي صوره من الجواب يا جماعه اللي سانتي عمله؟ هو الخطاب جاي من مدير التعاقدات يعني، المدير الرياضي. لما يعني هو المفروض، او من البروتوكولات يعني، لو الكلام ده صدر من رئيس، على الرئيس ان يقدم اعتذاره. انا متصور كده. ده ممكن الصوره كامله يا جماعه؟ الجواب ده مش ممضي من حد فعلا؟ فاهمني يا كابتن ميدو؟ هو فعلا مش موقع من حد. ده من رايي يعني. يعني نادي الزمالك يا دكتور حسين بيطالب ان يتم التواصل معاه عبر الايميل الرسمي للنادي، وارسال اللي احنا بنعمل بالظبط، وارسال خطاب موقع من رئيس النادي، وان رئيس النادي نفسه هو اللي بيعتذر، لان رئيس النادي نفسه هو اللي قال الكلام. بالظبط. ده وجهه نظر يا كابتن ميدو، وانا بتفق معاك 100%. ليه؟ لان الموضوع ده اللي هنسميه خطاب الغير موقع، ممكن اي حد يوقع في اي ورقه، فاهمني؟ او يكتب اي كتاب يعني. ممكن اي حد يعمل الجواب ده على فكره، انا ممكن اعمله لك في 5 دقايق دلوقتي. وانا اقول لك ليه يعني، انا برضو يعني، لان جه على الواتس مثلا، الخطابات هي على الواتس ليه؟
وتيجي لاكتر من حد ليه؟ صح، حضرتك عايز القناه الرسميه اللي هي الـ 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 الايميل الرسمي بتاع نادي الزمالك اتبعت عليه خطاب موقع من رئيس النادي، هو اللي بيعتذر وبيؤكد ان هو لم يقصد الاساءه لاي شخص جوه نادي الزمالك. وحتى كابتن ميدو حتى لو مثلا الجواب ده وموقع وراح على تليفون او الواتس بتاع دكتور بتاع لواء عماد، برضو انا من رايي ممكن يعتبر رسمي. فاهمني حضرتك؟ لكن ما حصلش الامور دي. يتبعت على الايميل الرسمي بتاع النادي اللي موجود في كل حته. يعني الموضوع سهل وبسيط يعني. لان يعني اللي جه على تليفون لواء عماد من احمد ادم. فاهمني؟ وصلت الرساله؟ وصلت وانا يعني الموضوع سهل يعني، وانا بتفق معاك ان لازم يتبعت ايميل رسمي بان الراجل او الراجل يعمل فيديو برضو تاني زي ما هو ظهر في الفيديو كده، ممكن أو يعمل مقابله تلفزيونيه او يعمل فيديو ما يعمل فيديو يبعته ويبعت ايميل رسمي عشان الموضوع يبقى بشكل رسمي ويوضح هو كان قصده ايه، او هو يعني اساء التقدير او الى اخره يعني. لان مش مبرر كابتن ان هو يتقال ده ناس من بره، طب انت من بره ليه تحطها في كلامك عن النادي يعني. هو دكتور حسين انا عايز اقول لك بس القصه. القصه ان في اكتر من وكيل بعتوا صور باسبوراتهم للراجل وبعتوا له ايميلات لنادي سانتيتيان بيقولوا له احنا نقدر نخلص لك الموضوع جوه نادي الزمالك، وده طبيعي في اي ديل بيتعمل في مليون وكيل بيحاولوا يركبوا على الديل. بالظبط. الراجل المفروض بخبراته الكبيره وان هو نادي سانتيتيان ده تعاقد مع مئات اللاعبين، الراجل ده مش صغير عنده 45 سنه يعني، كان يفهم ان الوكلاء دول ما لهمش علاقه بمسؤولي نادي الزمالك. هو ترجم بقى جوه دماغه ان الوكلاء دول ناس ليهم علاقه بناس جوه نادي الزمالك. ما عشان كده معرفش ليه هو اساء الموقف. معرفش ليه. وبس هو انا يعني بنتهز كابتن ميدو، انا بحيي رد فعل مصطفى محمد جدا على اللي كتبه، وان هو ما رضيش او بيرفض هذا التصرف والى اخره. فالامر مع النادي مع اللاعب ده موقف يعني فعلا يشاد به يعني في التصرف في لسه هذا الموقف يعني. طبعا مصطفى رده يعني او رد فعله كان جيد جدا، ولسه كلنا بقى مستنيين رد فعله جوه الملعب ان شاء الله. ان لما يعود ده اللي نأمله باذن الله. لما يعود لحضرتك خد بال حضرتك رب ضارة نافعة. وانا والله لسه قايل كده، ما اعرفش انت كنت سامعني ولا لا، رب ضارة نافعة. والله لسه قايل كده لسه. وعلى فكره انا بعت النهارده واتساب لمصطفى وهو بعت لي واتكلمنا مع بعض، قلت له يا مصطفى ربنا دايما ان شاء الله يكون شايل لك الخير زي ما ربنا الأحسن. ربنا بيرد لنا الخير الحمد لله يعني، وان يمكن يكون ربنا لسه قايل الكلام ده قبل ما حضرتك تخش معايا شايل لك حاجه احسن، وان انت تتالق مع الزمالك في الدوري وبطولة افريقيا وتتالق في الاولمبيك جيمز، وبدل يا عم ما يجي لك سانتيتيان ممكن يجي لك نادي اكبر بكتير، ممكن يجي لك مارسيليا، ممكن يجي لك نادي في الدوري الفرنسي وفي الدوري الالماني حاجه محترمه. بالظبط وكل مكان احسن يجي له الاحسن. طيب لو جه عرض، ده سمعنا ان ممكن ان جلطة سراي ممكن يقدموا عرض، هل سيتم النظر ليه ولا فكره تركيا مش مطروحه؟ دي راجعه بقى طبعا الناحيه الفنيه للجهاز الفني وبرضه المدير الفني واللجنه يعني، اكيد هيدرس الامر، لان هي الهدف من الموافقه على مصطفى هي بندي فرص لاوروبا زي ما حضرتك شفت وانت عملت تجربه بنجاح وغيركم من اللاعبين. اوروبا برضه فرقه كبيره يعني، امر مختلف تماما، فدي فرص للعيبه. واعتقد انا شايف ان هم مش هيفوتوا اي شيء. دكتور حسين السمري عضو اللجنه التنفيذيه داخل نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معانا في اوضه اللبس. موقف الزمالك واضح، موقف الزمالك واضح ان هو عايز دكتور يعني زي ما الدكتور حسين السمري، وانا طبعا يعني اتمنى ان مسؤولي سانتيتيان يوصل لهم الرساله دي، ان عايزين ايميل رسمي يتبعت موقع من رئيس النادي، مش ده بالنسبه لهم الخطاب ده مش موقع من اي حد، وخطاب اي حد ممكن يعمله، موقع من رئيس النادي نفسه يتبعت ايميل على الايميل الرسمي بتاع نادي الزمالك بنفس الصيغه بتاعت الكلام ده،
ان الناس بتعتذر وان الناس ما كانتش تقصد الموضوع اتفهم غلط وان هم they're sorry for the misunderstanding اسفين للفهم الغلط اللي حصل وان هم بيكنوا كل الاحترام وبيؤكدوا على شفافيه وشرف كل من يعمل داخل نادي الزمالك. ده هيبقى احسن وانا بتفق مع الدكتور حسين السمري عضو اللجنه التنفيذيه للنادي ان الكلام ده لازم يمشي بالشكل ده. بعد كده ممكن ان يتقال ان خلاص الموضوع انتهى، لكن برضو ممكن الناس تقول هنرجع نتكلم في موضوع مصطفى محمد او خلاص قفلنا موضوع مصطفى محمد. هو برضو على فكره في خلاف اصلا موجود ما بين سانت تياو والزمالك اصلا كان في طريقه دفع الفلوس، خلاف يعني كان ما كانش حد عارف يحله. يعني نادي الزمالك عايز من اول يوم بيقول انا عايز 5 مليون دولار كاش، و ال 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 النادي سانت تياو بيقول لها هديكوا 3 و2 بعد سنه بسبب الفاينانس فير بلاي او اللعب المالي النظيف. قوانين اللعب المالي النظيف ما تسمحش النادي سانت تياو ان هو يخرج دلوقتي اكتر من 3 مليون دولار الا بعد ما تجيله فلوس التي في رايتس يناير اللي جاي بعد سنه. بعد ما فلوس التي في رايتس تخش له يقدر ان هو يطلع فلوس، ما عندوش مشكله. طبعا نادي سانت تياو حاول ان هو يحل القصه دي عن طريق ان هو في بعض الايجنسيز وبعض ممكن تشتري حقوق اللعيب الرايتس بتاعت اللعيب وهي اللي تدفع الفلوس وكده، لكن الايجنسيز دي رفضت بسبب وجود مشاكل للزمالك مع الكاس المحكمه الرياضيه الدوليه. يعني لازم يبقى في شروط معينه عشان يقدروا يطلعوا اللون ده او يقدروا هم يطلعوا الفلوس ده. لكن انا بتمنى ان مصطفى في الوقت الحالي هو بيتدرب بشكل كويس. مصطفى اكد لي ان هو مركز مع الفريق وان هو شغال وان هو في الفتره اللي جايه هيحارب ان هو يكون واحد من هدافين الدوري لو ان شاء الله كمل الموسم مع نادي الزمالك. تعالوا نطلع بريك، وبعد البريك هيكون معايا كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك السابق الكابتن حسن يسري، واحد من اهم اللعيبه اللي جم في تاريخ الهاندبول في نادي الزمالك. هنتكلم معاه على منتخبنا والنهارده فوز منتخبنا على مقدونيا في ماتش الحقيقه كل اللعيبه تألقت فيه. كريم هنداوي كان نجم كبير قوي في المباراه، والحقيقه منتخب الهاندبول حاجه تفرح، لعيبه رجاله فعلا، تحس ان هم علاقتهم كويسه ببعض وقلبهم على قلب بعض وبيقاتلوا وكلهم شغالين، واللي يلعب يلعب ما يلعبش ما يلعبش. ومعانا مدرب محترم جدا، الراجل المدرب الاسباني مدرب كبير، لكن انا راجل مش بتاع هاندبول مش هقدر افتي في الهاندبول، فجايب لكم نجم كبير اسطوره الكابتن حسن يسري. بعد البريك هيقعد يتكلم معانا عن رأيه الفني في منتخبنا الوطني ورأيه الفني بشكل عام في البطولة المشرفة اللي فعلا مصر عاملاها بطولة مشرفة في كل شيء، مستوى الملاعب، التنظيم، الإخراج، كل حاجة. بطولة مصر 2000 كأس العالم 2021. مباراة عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة قدمها المنتخب المصري لكرة اليد أمام مقدونيا الشمالية وانتهت بفوز كاسح بنتيجة 38-19 علشان يتأهل رسميا للدور الرئيسي في البطولة اللي بتحتضنها الأراضي المصرية. من اللحظات الأولى من عمر المباراة أظهر أصحاب الأرض نواياهم ونجح المنتخب المصري في التفوق بفارق كبير في الدقائق الأولى قبل ما ينهي الشوط الأول اللي كان من طرف واحد بنتيجة 20-4. الشوط الأول شهد تألق ملفت لنجوم المنتخب المخضرمين أبرزهم الحارس كريم هنداوي بجانب محمد ممدوح هاشم، محمد سند، علي زين ويحيى الدرع وكل نجوم المنتخب، قبل ما يقرر باراندو المدير الفني للمنتخب المصري إراحة نجوم الشوط الأول ومنح الفرصة لمجموعة من نجوم الشباب في الشوط الثاني. الشباب ما خيبوش ظن مدربهم وتألقوا بشكل مبهر، وكان أبرزهم حسن قداح اللي فاز بجائزة لاعب المباراة ودودو اللي قدم مستويات مميزة جدا علشان تنتهي المباراة بفوز كاسح. وجه رسالة لكل عمالقة العالم إن المنتخب المصري جاهز جدا لتقديم مشوار كبير على أرضه وتحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية. بوجود حسن يسري نجم المنتخب المصري السابق لكرة اليد وواحد من أساطير نادي الزمالك في اللعبة، أوضة اللبس هيلقي نظرة خاصة على المباراة الثانية في مشوار المنتخب المصري وعلى البطولة بشكل عام. في ظل تنظيم رائع أصبح حديث العالم كله وواصل تقديم الصورة المصرية المشرفة في تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى.
منتخب الهاندبول بصراحه حاجه مشرفه، والبطوله وتنظيم البطوله بشكل عام مشرف. مصر لما بتبقى عايز تعمل حاجه كويسه بتعملها على كل المستويات، التنظيم، التامين، مستوى الملاعب، الاخراج التلفزيوني، كل حاجه، كل حاجه مشرفه. لكن برضو الاهم من كده هو الاداء الفني لمنتخبنا. زي ما انتم عارفين البطوله دايما نجاحها ان الفريق اللي بيهوست او البلد اللي بتستضيف البطوله ان منتخبها يكمل لبعيد. والشكل اللي احنا شايفينه الماتشين اللي فاتوا بيدينا بوادر امل ان احنا نقدر ان احنا نكمل لبعيد. سالنا كل الخبراء بتوع الهاند بول، في ناس قالوا ان احنا اخرنا دور الثمانيه، في ناس قالوا ان احنا ممكن ان احنا نوصل للسيمي فاينل. لكن انا شايف كلام اللعيبه نفسهم ان هم حاسين ان هم يقدروا هم يوصلوا للمربع. وزي ما حضراتكم عارفين البدايات دايما مهمه في اي لعبه بقى، لما بتبدا كويس ده بيبني لك ثقه للعيبتك، بيدي ثقه للمدرب، بيدي ثقه للميديا والجماهير في الفريق بشكل عام، وبتستريح لما بتبدا بشكل كويس. وهو ده اللي احنا الحمد لله عملناه في المباراتين الاخرانيتين، ومستنيين ان شاء الله ماتش السويد اللي جاي. بيسعدني ان انا اكون ضيف النهارده واحد من اساطير اللعبه، واحد من الناس اللي حببونا في الهاندبول، وراجل عنده تاريخ كبير جدا مع منتخب مصر ومع نادي الزمالك، الكابتن الكبير الكابتن حسن يسري. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ميدو. مشرفني والله. والله الشرف ليا ان انا متابع. حبيبي يا كابتن. حبيبي. يعني الكلام اللي انا بقوله صح؟ البدايه مهمه صح؟ طبعا. البدايه بتدي انطباع. انطباع لكل الفرق اللي معاك في البطوله. البدايه بتدي شكل، البدايه بتقول للناس انت موجود، رتمك، لعبك، كل ده بيسمع في البطوله. كل ده بيسمع في البطوله. يعني ممكن تدي رساله لكل الفرق المنافسه ان انت انا مش يعني احنا طبعا زي ما حضرتك قلت احنا المنظمين، احنا اللي عاملين كاس العالم، مش جايين. مصر عموما هي مدرسه في كره اليد، فاحنا مش جايين تمثيل مشرف او مش جايين عشان البطوله عندنا. لا، احنا جايين بنلعب على هدف ابعد زي ما حضرتك قلت. جايين حاطين عينينا على منصه التتويج ان شاء الله، لان انا شايف ان مصر بقى لها 30 سنه في الحته دي، 30 سنه في الحته دي، الحته بتاعت احنا كنا بنلعب العظماء السبع، احنا من احسن فرق موجوده في العالم، سادس، رابع، فاضل لنا بقى الحته بتاعت الميداليه ان شاء الله الجيل ده يقدر يوصل لها. يعني طبعا ده ترتيب المجموعه بعد المباريات النهارده. السويد طبعا كسبت تشيلي 41-26، ويمكن السويد بتتصدر المجموعه بفارق الاهداف صح؟ بلس 27. مصر طبعا عندها اربع نقط ببلس 25، وتشيلي ومقدونيا الشماليه بعيد، يعني مستوى مختلف. هل والاثنين طبعا اتاهلوا رسميا فرقتين السويد ومصر للدور الثاني، وده كان كان المتوقع. كابتن كويس ان احنا يبقى عندنا تدرج في المباريات طبعا. شايفه موضوع الكوره، انت لما بتبدا بفرق اقل في المستوى بتبتدي تطلع. فاحنا ابتدينا بتشيلي، وابتدينا النهارده الحمد لله ربنا وفقنا في مقدونيا، وهو الماتش معروف بتاع المجموعه دي. بس انا حاسس ان تشيلي اكبر من مقدونيا، مش عارف ليه. والله بص يا كابتن ميدو، هي طبعا مقدونيا ظروفها اللي حصل يعني تقريبا الاعداد ما كانش كويس، زائد ان انا شايفها فرقه زي ما بيقولوا كده فرقه عجوزه، فرقه الهاندبول دلوقتي متجه كله لسرعه. والنهارده حركتهم شفنا فرقه مقدونيا بتلعب بريتم كده، بس بيقول لك ان هم كانوا جاهزين. كان يعني كان معايا كابتن حماد الروبي وكابتن حسين وكانوا معايا، كانوا بيقولوا ان هم اللعيبه بتاعتهم كانت لسه مشاركه في بطوله اوروبا، بيحضروا في اوروبا التصفيات بتاعت بطوله اوروبا. بس اللي شفناه النهارده ما بيدلش على كده خالص. احنا شفنا النهارده ريتم سريع من منتخب مصر، اداء عالي جدا. الفرقه بتاعت مقدونيا مش مواكبه، فدي فرقه مش متحضره كويس. طبعا دي احصائيات مباراه مصر ومقدونيا الشماليه النهارده اللي قدمنا فيها اداء رائع، طمن الجمهور كله على منتخبنا. النتيجه طبعا 38-19، مصر عملت 50 تسديده ومقدونيا 44. نسبه نجاح التسديدات 76% لمصر 43%، اهداف من على 6 متر 6 لمصر و7 لمقدونيا، اهداف من على 7 متر 1 و1، اهداف من على 9 متر 9 لمصر و6 لمقدونيا، و12 هدف من هجمه مرتده لمصر و2 فقط من مقدونيا الشماليه. الاحصائيات دي بتقول لك ايه يا كابتن؟ اللي انا قلته لحضرتك دلوقتي هنبتدي من تحت كده في الفاست بريك اللي هو الهجوم السريع، مصر جابت 12 جون، فاذا مصر كانت بتلعب بسرعه. مصر كانت بتلعب فاست سنتر فاست بريك، زائد ان مقدونيا عملت هجمتين، فدي فرقه ما كانتش بتجري، فاهمني؟ وده طبعا وده دليل طبعا ان الراجل مدرسه الراجل باروندو المدرب بتاعنا الاسباني، ان هو بيكمل الهجمه المرتده، بيكمل على طول، بيلعب فاست بريك على مره واحده
وبيلعب موجه ثانيه وبيلعب فاست سنتر. يعني اشرح للساده المشاهدين يعني يعني ايه. يعني احنا النهارده في دخل جول كريم بسرعه بيطلع الكوره لنص الملعب بيعمل حاجه اسمها سنتره سريعه عشان فرقه مقدونيا لو بتغير واحد او الاثنين ما يتغيرش ما فاللعيب اللي هو بيهاجم بس وما بيغيرش بيبقى فرصه ليك ان انت تهاجم عليه لان دفاعه بيبقى قليل. بالظبط. تمام. فبتعمل عليه فاست سنتر. هنيجي نتكلم في الهجمات اللي هي الفاست بريك على مره واحده نتيجه تصويب خاطئ من الفرقه اللي بتهاجم. كريم صد بنجري عن طريق الجناحين وبعد كده الباكين يعني الجناحين اول ناس بيوصلوا لل 6 متر الثانيه اللي هم الوينج ليفت والوينج رايت بعديهم الدايره حتى نلاقي ابراهيم المصري المدافع الرئيسي اللي عندنا بيجري الاول يخلص الهجمه وقفت بيطلع يغير وبعد كده بيجري الباكين باك رايت وباك ليفت بيستنوا في نص الملعب ممكن واحد يبقى قبل نص الملعب واحد بعد نص الملعب واللي بيستلم بقى البلاي ميكر او اللي متخصص ان هو يستلم الكوره اللي هو بيبقى عنده بقى اللعيب اللي بيستلم ده بيبقى عنده رؤيه كويسه بيبقى عنده هاندلنج كويس بيبقى عنده انتشار في بدايه الهجمه كويس فده لعيب لازم يبقى مميز اللي هو بيستلم اول كره من الحارس لان هو لازم تبقى عينيه كويسه ممكن يطلعها على مره واحده لازم يبقى الهاندلنج الباص عنده كويس جدا دقه الباص كويسه عشان يعرف وساعات الحارس هو اللي بيعمل الشغل وساعات عندي. الحارس بقى لما بيبقى واحد هو جون بتطلع على مره واحده على مره واحده انا ملاحظ برضو ان احنا المدرسه الاسبانيه يعني وكنا بنتكلم مع بعض ان هو الراجل دايما بيحاول يخلي الفريق منافس ما يبقاش عنده اريحيه وهو بيصوب طبعا ان هو بيقفل حتت معينه صح. ان هو ما بيخلوش ده وبصراحه احنا عندنا جول كيبر كبير قوي يعني كريم هنداوي النهارده عمل ماتش كبير هو جدا هو كريم ده الفرق بقى بين ماتش تشيلي وماتش مقدونيا النهارده كان يعني صد النهارده اتسددت عليه 14 تسديده صد 8 صد 8 نسبته معديه داخل في 60% وعلى فكره دي نسبه في الحراسه مش طبيعيه نسبه كبيره جدا وحش يعني طبعا حتى او طيار برضو جامد وطيار لا احنا مش هنبخس حق حد لكن اللي انا عايز اقوله سواء نجاح كريم او نجاح الطيار ده رقم واحد في السته اللي قدام المدافعين طريقه اللعب اللي بنلعب بيها السته المدافعين طيار صد 6 من 20 بس الطيار انا مثلا 7 من 20 اتكلمت عليه في ماتش تشيلي شويه ان الطيار جون كويس وحارس كويس جدا بس طريقه اللعب بتاعه المنتخب بتاعنا كانت تختلف مع كريم عن الطيار مع الطيار كانت كلها مواجهات مباشره يعني فرقه تشيلي عملت علينا فاست بريك كتير زي انفراد في كره القدم بيبقى صعب على الجون وسهل على المهاجم فالطيار خد جزء كبير في ماتش تشيلي فاست بريك فاست سنتر مواجهات مباشره المواجهات المباشره دي بيبقى نسبه الحارس او صعبه قوي يعني انت بيخش له جوه بالظبط كده يعني لكن لازم تبقى ضايع بقى عشان تطير لكن كريم بتخش الطين لغايه جوه تعديه كمان كريم بقى في الشوط الاولاني اللي لعبه كان التصويب شويه من بعيد من على السته من على التسعه لكن النهارده انا اللي انا عايز اقوله يعني طبعا كريم قدم اداء رائع والطيار والمجموعه اللي كانت بتدافع قدامهم كانوا بيوصلوا المهاجم انه بيشوط عارف انت اللي هو خلاص بقى يعني انا بقول مثلا كابتن ميدو هترفع ايدك فلما ترفع ايدك الزاويه دي اتقفلت الجون على طول عامل حسابه ايه الزاويه الثانيه فقاعد في الزاويه ومستنيها وبيلاقي الكره في ايده ده نجاح للمدافع ونجاح للحارس طبعا لانه لازم يوصل في توقيت مظبوط انت عارف ان احنا عندنا في الكوره كده برضو بس بقى في المستويات العاليه قوي يعني دخلت قريت عن مثلا كان في وقت من الاوقات كان اليوفنتوس كان افضل دفاع في العالم مع بوفون طبعا فبوفون كان بيتكلم في انترفيو بيقول ان احنا بنتدرب بطريقه معينه ان المهاجم وهو بيشوط ان انا بطلب من المدافعين بتوعي ان هو يعمل له بلوك الزاويه واحده بالظبط وانا اخد الثانيه وانا اخد الزاويه الثانيه بس ده طبعا محتاج ايه يعني محتاج لعيبه عندها خبرات كبيره جدا محتاج مدافعين نفس الفكره وتمرين ولا وتواصل طبعا لازم في تواصل والناس بتشتغل مع بعض وثبات الناس اللي موجوده دي شغالين بنفس الشكل عايز ارجع للاحصائيات مره ثانيه يا شباب بعد اذنكم لو الاحصائيات موجوده عشان برضو انا برضو لاحظت ان قداح حسن قداح واحد من اللعيبه اللي يعني المميزين جدا طبعا النهارده جاب 6 اهداف من 8 ان هو بيجيب اجوان كتيره جدا من على 9 متر ودي تعتبر ميزه كبيره جدا صح؟ طبعا حسن قداح مواصفاته هو لعيب ال 9 متر بتاعته هي ال 6 متر بتاعت ناس ثانيه تمام؟ ما شاء الله عليه 2 متر وشويه شبه احمد العطار زمان كده شويه بالظبط هو طبعا شفت انا بفهم كابتن ازاي؟ طبعا طبعا كابتن هو ميزته التصويب بس انت لازم تعمل له شغل عشان يصوب يطلع يشوط من غير احتكاك يعني حسن قداح الناس الطويله لما بتطلع انت في الهواء اي حد بيزوقك بتبقى اوت اوف بالانس فممكن تنزل بقى لا قدر الله يحصل حاجه فالطبيعي ان انت بتعمل له شغل ان الراجل ده بيجي ينط يشوط طلع شاط ونزل بدون ضرب وبدون كلام من ده بيطلع دقه تصويب ممتازه جدا لكن لو ضرب او خبط في الهواء لا بيبقى فيها مشكله يعني وبرده عجبني قوي دودو النهارده طبعا دودو لعيب هايل جدا ولعيب كويس جدا وهو بيلعب مع سند في فرنسا
وسند جامد برضه. وسند طبعا، ودودو كان احسن لعيب في كاس عالم ناشئين السنه اللي فاتت. سند جاب 5 من 5 100%. سند محمد ممدوح هاشم 8 من 8 100%، وحسن قداح 6 من 8. هو سند في حته يعني، سند عايش الحياه دي، الحياه بتاعت اوروبا دي والهاندبول الاوروبي المستوى العالي بقاله سنين. سند بقاله 5 6 سنين بره مصر وتدرج ما شاء الله عليه. سند فكر تاني، فكر احترافي بقى. هو من هليوبلس اصلا يعني. اساسا هليوبلس يعني، على الزمالك بقى. وبعد كده لعب معانا في الزمالك وبعد كده سافر بقى. معانا مداخله مهمه كابتن مجد ابو المجد المدرب العام لمنتخب مصر. كابتن مساء الخير. مساء النور يا كابتن ميدو، مساء الخير يا حسن. الف مجد. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك، ربنا يوفقك ان شاء الله. يعني الحمد لله النهارده مستوى طمنا كلنا، واللعيبه يعني رجاله بجد رجاله، وانا حاسس ان هو في تفاهم كبير جدا ما بينهم وما بين المدرب وما بين الجهاز الفني، والراجل فعلا قدرتوا ان انتوا توصلوا طريقه اللعب اللي انتوا عايزين تلعبوا بيها، واللعيبه بتنفذها بشكل كويس جدا. بص، من الاول كان الاتحاد المصري يعني فضل المدرسه الاسبانيه يخش بيها مصر، ويمكن من قبل منه كان المدرب ديفيد ديفيز كان موجود برضه، لكن الظروف ما سمحتش وسافر، واستمرت المدرسه الفرنسيه الاسبانيه معانا. بروندو شغال معانا داخل على 2 سنين اهو. اعتقد يعني انه فعلا زي ما انت ما بتقول بقى في ديناميكيه كويسه جدا في الحركه بين اللعيبه كلها، في نظام شغالين جواه، في اليه في الشغل، بقى في شكل فعلا للفريق، وفي نظام انت شغال بيه. وانا ملاحظ ان في تفاهم ما بين اللعيبه يا كابتن. النهارده الشوط الاولاني بالذات على طول علي زين على طول بيخش لجوه، واحمد الاحمر بيتحرك في ظهر الناس، في تفاهم كبير جدا ما بين اللعيبه. هو ده النظام اللي محطوط بقاله فتره، وهو ده اللي بقول لك عليه، اللي بقى الحركه بتاعتك او الاداء بقى فيه ديناميكيه عاليه جدا بين اللعيبه وبين الجهاز الفني. يعني الاداء اللي هو عايزه قدر يجهزه فعلا في فتره طويله مع الفريق. كابتن مجدي، النهارده اخدتوا قرار بعد ما اطمنتوا على المكسب وعلى المباراه ان انتوا يتم اراحه بعض اللعيبه الكبار في الشوط الثاني، هل ده كان سيناريو مرسوم من قبل الجهاز الفني ان لو حسمنا المباراه مبكرا ان احنا ندي فرصه للعيبه الشباب اللي تالقوا بشكل كبير في بطوله العالم الشباب الاخيره؟ هو اي مدرب في اي لقاء دايما بيبقى عنده طبعا لعيب رقم 1 ولعيب رقم 2، وبيحاول لو المباراه طلعت من اولها كده في رياحية، فبالتالي بيحاول يشارك كل اللعيبة عشان يدي مساحة لكل واحد، ويقدر يخف الضغط أو الحمل البدني على كل اللعيبة عشان يقدر يلاقيهم في المباراة الجاية. طب كابتن، النهاردة انتوا يعني هل كان عندكم متابعة للمجموعة التانية اللي هي اللي هناخد منها بتاع بيلاروسيا وكده؟ بص، احنا يعني ما بنحبش نبص بعيد، يعني تابعنا النتائج، لكن بنحاول يعني نظرتنا دايما للاقرب. احنا عندنا مباراه مهمه جدا، وعايز اقول لك ان مباراه السويد هي بدايه البطوله الحقيقيه لينا. لعبنا مع تشيلي في الافتتاح، والنهارده كانت مقدونيا، لكن البطوله بالنسبه لنا هي من مباراه السويد، فمش هنقدر نبص لنقطة تانية قبل النقطة الأولى زي ما بيقولوا ستيب باي ستيب. فكل تركيزنا على المباراة دي إن شاء الله، وربنا يوفقنا بإذن الله فيها، لأن هي دي فعلا مفتاح الدور الأربعة بإذن الله. هل دخول مقدونيا الشمالية مكان التشيكا كابتن كان أريح لكم؟ ولا أربككم في التحضير في التغيير ده، أربككم بعض الشيء، ولا هو التحضير هو؟ لا، بص اقول لك كابتن، الوضع من قبل البطوله كان في ارتباك، البطوله هتتلعب مش هتتلعب، هتتاجل، ظروف كورونا زي ما انت عارف، الناس كانت عايشه في عدم استقرار، يمكن لغايه ما دخلنا المعسكر او الفندق الخاص بالبطوله البابل قبل المباراه بيوم بالظبط كده، ابتدينا فعلا نحس ان احنا فعلا البطوله هتتلعب، ولعبنا يمكن الماتش الاولاني بشكل مش مقبول للجهاز الفني، وتدرجنا المشكله اللي قابلتنا من سواء ضغط عصبي او توتر في المباراه الثانيه. وزي ما بقول لك يعني مباراتين بشكل مختلف الاداء، لكن في النهايه انت كسبتهم، لكن انت عارف انت حجمك فين والفرق الاخرى حجمها فين، ومين اللي انت
يعني المفتاح معاه، فان شاء الله زي ما قلت كده ان مباراه السويد اللعيبه والجهاز عارفين ان هو ده البدايه الحقيقيه. ماتشين الاولانيين دول كانوا ماتشين الاولانيين دول كانوا تسخين يعني، كانوا تسخين الماتشين الاولانيين دول يعني. بالظبط زي ما بتوع الكوره بيقول مباراه تسخين. كابتن هل في تارجت للجهاز يعني؟ هل مثلا بتقولوا ما بينكم وما بين بعض او بتقولوا للعيبه بتاعتكم ان احنا مثلا لازم نوصل السيمي فاينل، لازم نوصل المربع، ولا انتوا سايبين الدنيا على حسب الماتشات اللي هتيجي وهنعمل ايه؟ بص يا كابتن ايدو، كره اليد ممكن تختلف عن كره القدم. يمكن القدم بيبقى فيها فريق او اثنين مرشحين. كاس عالم لكره اليد مينيمم بتحط ست فرق ما بتخرجش البطوله عنهم. مصر منهم؟ ايه؟ مصر من الفرق دي؟ احنا بنحط نفسنا جواهم، يعني احنا بنحط نفسنا جواهم. المنتخب او الاتحاد بادئ من فتره انه يقدر يخترق الدول الاوروبيه المؤهله لبطوله العالم، ويمكن الشغل ده شغالين من استراتيجيه الاتحاد بقى لها فتره ونتائج ايجابيه حصلت الفتره اللي فاتت عشان نحقق النتيجه اللي ان شاء الله اللي هتتحقق دي باذن الله الفتره الجايه. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين طبعا يعني ابعد نقطه لينا ان احنا نوصل للمباراه النهائيه ونكسب كاس عالم كمان ان شاء الله. مفيش حاجه تمنعنا، لكن انت رياضي وعارف هي بتبقى ظروف مباريات، والفرق اللي بتوصل للمربع والدور الثمانيه فرق تقيله جدا جدا، مش هتقدر تكسبها زي ما انت كسبت النهارده. لا، هو بيجهز وانت جاهز وعنده امكانيات وعندك امكانيات وكره واحده بتفرق، فانت بتلعب على النقط الصغيره دي ان اللي تقدر تطلع من المباراه بنتيجه ايجابيه حتى لو جول. لكن هدفنا لا، انت اخر بطوله عالم، انت جوه الثمانيه النهارده، عايز التارجت ليك يوصل لمرحله ثانيه، تدخل مربع، تطلع منصه، خاصة ان احنا يعني بنلعب على ملعبنا يعني. صحيح الجمهور مش موجود وده مؤثر، كنا نتمنى الجمهور موجود، لكن بنلعب في بلدنا والدعم موجود طبعا، يعني شايفين الناس كلها فيه اهتمام كبير جدا من الجمهور ومن الميديا ومن الاعلام ومن المسؤولين في الدوله بالمنتخب. بامانه ما حدش ينكر هذا، لكن في زياده كمان، انت عندك فعلا جيل زي ما بقول هو جيل الذهب الثاني، لانه بيضم مجموعه كبيره جدا من الاجيال والامكانيات الفنيه والبدنيه بشكل كويس جدا جدا. عندنا اللعيبه المحترفه، وعندنا اللعيبه اللي حققت انجازات، عندنا اللعيبه اللي عندها روح المكسب وروح البطوله، كل حاجه مؤهله. فان شاء الله هيبقى في النتيجه طيبه باذن الله ترضينا وترضيكم. واللي باكد عليه ان احنا عندنا ان شاء الله 10 15 سنه كره يد حقيقيه ان شاء الله تخوض اي تجربه عالميه على مستوى يليق بيها ان شاء الله باذن الله. كابتن مجدي، طمنا على اللعيبه، الحمد لله كل الناس سلام، مفيش اصابات عندنا ولا حاجه؟ لا الحمد لله، الجهاز الطبي عامل شغله يعني فوق الوصف بصراحه، يعني بشكره من خلالكم. ما عندناش غير يمكن احمد الاحمر بس، ويعني هو لعيب من اللعيبه اللي ليها تعامل خاص مع اصاباته، وبنحاول ان احنا نتوافق بينه مع الجهاز الطبي في الناحيه بتاعته، يعني في صراحه بينا على اساس ان ايه المباريات اللي يقدر يلعبها امتى، والاوقات مهمه بالنسبه له امتى، لان وجوده مهم جدا جدا لينا. طبعا احمد ميسي لعيب لعيب كبير، بس انا عايز افهم من حضرتك يعني ايه لعيب ليه طابع خاص من اصاباته؟ يعني احمد مش من اللعيبه، لعيب زي ما انت بتقول كبير، ما ينفعش يخبي عليك اصابه. يقدر يقول لك انا مثلا اقدر العب 10 دقائق، انا ههاجم بس، انا هدافع بس، انا هلعب الجيم كله. طب هو قال لكم ايه يعني الرساله اللي وصلت من احمد، ان هو قادر ان هو يلعب طول المباراه ولا لسه محتاج وقت؟ لا هو يمكن المباراه الاولانيه فضل ان هو يبقى بعيد عشان بعد كده، وان شاء الله النهارده قدم مباراه يعني الطبيعي بتاعه. وان شاء الله يكون معانا في اللي جاي. كابتن حسن، عايز اسال كابتن مجدي اي حاجه؟ لا والله عايز. لا بلاش بلاش ليه؟ بلاش يا بس هو اكيد هيكلمك في الحلقه، هو اكيد هيكلمك. انت ما تعرفوش زيي، فبقول لك بلاش. انا هو كده كلمه في الهاند بول احسن مني والله. بس هي انا مجدي اخ وصديق وربنا وفقه، وفعلا اختيار موفق ان هو يبقى مع باروندو، راجل بطل عالم ما شاء الله عليه، وبتمنى له التوفيق مع المنتخب. وفعلا يا مجدي وصل رسالتنا للعيبه ولكل اللي عندك، ان احنا فعلا نفسنا منتخب مصر يطلع منصه التتويج
لان زي ما بيقولوا كده انت قلت دلوقتي ده الجيل الذهبي الثاني، وانا بقول ان شاء الله انتوا هتكونوا سبب سعاده المصريين وتحققوا الحلم اللي احنا كلنا انا وانت اللي لعب قبل كده واللي يلعب بعد كده مستنيه، لان مصر مدرسه في كره اليد ولازم تاخد حقها، وان شاء الله ناخد حقنا على ارضنا بامر الله باذن الله. ان شاء الله دعواتكم معانا. كابتن مجدي بتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله باذن الله بعد كل مباراه نتكلم مع حضرتك ونهنيك على المكسب، وتحياتنا للجهاز الفني وكل اللعيبه، ونقول لهم يعني انتوا شرفتونا، وفعلا فريق منتخب اليد هو مثال مشرف لكل الرياضيين في مصر. اتمنى لك التوفيق يا كابتن، بشكرك على مشاركتك معانا. شكرا وشكرا على متابعتكم. شكرا شكرا. يعني بنحاول نعمل ان احنا فاهمين في الهاندبول، لكن وجود طبعا كابتن حسن يسري، عايزين نفكر الناس بانجازات الكابتن حسن يسري، واحد من اهم اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر وفي نادي الزمالك. كابتن حسن يسري طبعا من 99 ل 2018 مع نادي الزمالك، وفي 3 سنين راحهم اعاره لنادي الجيش القطري. الدوري المصري 6 مرات، كوماندوز الهاندبول بتوع الزمالك اللي يعني مصدر فخر وشرف لكل زملكاوي، كلنا كل الزملكاويه بيعشقوا كل الاجيال السابقه اللي موجوده للهاندبول، الابطال الحقيقيين لنادي الزمالك. كاس مصر 8 مرات، السوبر المصري 3 مرات، كاس التميز 3 مرات، دوري ابطال افريقيا 4 مرات. فريق نادي الزمالك هو اعظم فريق في افريقيا في الهاندبول. كاس افريقيا للانديه ابطال الكؤوس 5 مرات، السوبر الافريقي 5 مرات، البطوله العربيه للانديه مره، الدوري القطري مره، كاس قطر مره، كاس امير قطر مره، ودوري ابطال اسيا مره، وطبعا مع منتخب مع برونزيه كاس العالم للانديه مرتين. انجازات الكابتن حسن يسري الدوليه، كاس الامم الافريقيه 2، ذهبيه دوره الالعاب الافريقيه 3 مرات، البطوله العربيه الامم الافريقيه للشباب مره، وبرونزيه بطوله العالم للشباب مره. بتحس بايه لما بتسترجع الارقام دي؟ والله يا كابتن ميدو الحمد لله رب العالمين، انا كنت محظوظ ان انا لعبت في نادي الزمالك في الفتره دي، لان نادي الزمالك كان فيه جيل ذهبي. الجيل الذهبي ده انا كنت الحمد لله واحد منهم، قدرنا نوصل قبل ما اوصل بارقام لحسن يسري، قدرت اوصل بارقام لنادي الزمالك نفسه. ان احنا بقينا فرقه على مستوى افريقيا ما فيش زي فرقه الهاندبول في نادي الزمالك في البطولات. وصلنا لعدد بطولات الحمد لله رب العالمين كويس، قدرنا نفرح جماهير نادي الزمالك، قدرنا نفرح نادينا، قدرنا بعد كده نعمل سي في لنفسينا نبقى فخورين بيه مع العمر ومع السن لاولادنا واحفادنا، فالحمد لله رب العالمين. لكن ده مش تاريخي انا لوحدي، ده تاريخ المجموعه اللي لعبت في نادي الزمالك في الفتره دي. كابتن حسن هيا شرفتني في اوضه اللبس، شرفني، ومهم جدا ان انت وجود حضرتك معانا، لان احنا عايزين ان احنا يعني حد طبعا كان يكلمنا فنيا في البطوله، واتمنى ان انت تجي لنا مره ثانيه. والله يا كابتن ميدو انا تحت امرك، انا سعيد جدا، وان شاء الله البطوله نقدر نعمل فيها حاجه كويسه، لكن عشان بقى المعمعه والفنيات وكلام من ده ان شاء الله من الدور الثاني هتلاقي بقى ماتشات غير كده ومستوى غير كده ثاني، والماتشات اللي بتخلص بقى ايه في اخر صفاره للحكم، لان هي الهاندبول كده، الهاندبول في المستوى العالي ما بتخلصش زي ما كابتن اللي جاي ده اصعب صح؟ اللي جاي طبعا بدايه بطوله العالم بالظبط كده، لان السويد برضو من الدول اللي متصنفه. بنتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا، وعندنا امل كبير ان منتخبنا يقدر يؤدي بنفس الشكل ان شاء الله امام الفرقه الكبيره. بشكرك كابتن حسن، شكرا كابتن، سعيد جدا وشرفت بوجودك معانا. اسعد والله انا موجود لحضرتك. حسن يسري على فكره واحد، كابتن حسن يسري واحد من اكثر الرياضيين اللي حصلوا على القاب في تاريخ مصر، اكثر من 50 لقب مع الانديه والمنتخبات، حاجه رمز مشرف لكل الرياضيين في مصر. اشكرك اشكرك جدا كابتن ميدو. نطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل معاكم سهره اوضه اللبس. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في اوضه اللبس. عايز اتكلم معاكم شويه عن البريمير ليج. البريمير ليج طبعا زي ما انتم عارفين في ماتش بكره كبير جدا، ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد، وماتش العالم كله هيبقى منتظر وبيتفرج عليه، لان مانشستر يونايتد لاول مره يمكن من 2013 تقريبا يعتلي صدارة جدول الترتيب في البريمير ليج، ويمكن ناس كتيرة جدا شككت في قدرات سولسكاير مدرب الفريق، وعلى قدرته ان هو يقدر يقود الفريق للقمة وان هو ينجح مع الفريق، ولكن الحقيقة الراجل اثبت للناس عكس ذلك. فرقة مانشستر يونايتد بتتطور من مباراة لأخرى،
ابتدى يبقى في انسجام كبير جدا ما بين اللعيبه جوه الملعب، وبقت فرقه خطر، فرقه عندها سرعات كبيره جدا، راشفورد سريع جدا، مارسيال، فرنانديز، برونو فرنانديز، الديفنس ابتدى يظبط. فرقه ماتش بكره هيبقى ماتش كبير جدا، ماتش جامد جدا. طبعا فيرجسون طلع قال ان هو بيحمد ربنا يعني ان هو اعتزل قبل ما ليفربول يوصلوا للمستوى المبهر اللي هم وصلوا له في اخر موسمين، في اشاده منه للعمل الكبير اللي بيقوم بيه يورجن كلوب مع ليفربول ومستوى اللعيبه طبعا المميز جدا. زي ما حضراتكم عارفين ان مانشستر يونايتد بيعتلي صداره الترتيب ب 36 نقطه، يليه ليفربول 33 نقطه، ومانشستر سيتي 32 نقطه، عندهم ماتش ان هاند، عندهم ماتش في ايديهم، لو كسبوه يقدروا ان هم يبقوا 35. وبكره في ماتشات مهمه جدا، سيتي وبالاس، سيتي بقى لهم فتره ما بيكسبوش، بالاس عندهم مشكله معاهم، وشيفيلد يونايتد وتوتنهام. توتنهام المباراه الاخيره امام فولهام يعني فرط في فوز كان ممكن يبقى سهل، لكن توتنهام بيأدي اداء سلبي جدا بعد ما بيتقدم، يعني ده فرقه بيبقوا كسبانين 1-0 وتلاقيهم تراجعوا بيلعبوا لعب سلبي، ودي مشكله كبيره جدا مع الاخطاء الدفاعيه اللي موجوده، بيبقى دايما معرض ان هو يستقبل هدف اي وقت. ومورينيو يعني عارف ان هو عنده مشكله في حته ان انت تعزيز التقدم، ان هو قتل المباريات اصبح مشكله كبيره جدا عند توتنهام. وتوتنهام لغايه دلوقتي مش عارف استفيد من بيل، يعني جاب بيل في لون او اعاره، بيل بعيد يعني مش عارف ان هو يرجع الفورم بتاعته وان هو يرجع لجارس بيل اللي كلنا عارفينه. استون فيلا وايفرتون بكره ماتش كبير، استون فيلا بيقدم موسم رائع مع سميث، مع دين سميث، وخد مدرب الشهر في البريمير ليج. وايفرتون طبعا بيعملوا عاملين موسم كبير جدا مع انشيلوتي، والفرقه فيها توازن كبير جدا. النهارده كان في ماتشات مهمه جدا، ليستر بيفوز على ساوثهامبتون 2-0، تشيلسي كسب فولهام 1-0 في مباراه، يعني فولهام قعد معظم الشوط الثاني بيلعب ب10 لعيبه وقدر ماونت ان هو في الاخر يحرز هدف جميل. ويست هام بيفوز على بيرنلي بهدف انطونيو 1-0، وبرايتون كسب ليدز 1-0، ويست بروم عمل كومباك رهيب مع سام ارادايس، وكسب وولفرهامبتون 3-2، فرقتين طبعا يعني من برمنجهام، وماتش كان كبير جدا، وممكن تكون هي دي بدايه العوده لويست بروم مع سام او بيك سام زي ما بيقولوا، ان هم يحاولوا ان هم تسكيب الريليجيشن او يحاولوا ان هم يهربوا من صراع الهبوط. دايما اي فرقه بتحاول ان هي تهرب من صراع الهبوط بتحاول ان هي تفوز في ماتش كبير، ماتش بتاع ويست بروم وولفرهامبتون كان ماتش كبير بكل المقاييس، سواء انه كام باك، سواء انه يعتبر ماتش ديربي، خلي بالكم ديربي يعني فرقتين في نفس المدينه، وولفرهامبتون وويست بروم الاثنين في برمنجهام، وبرايتون كسب ليدز في ماتش يعني انا اتفرجت عليه النهارده، فرقه ليدز عندها مشاكل دفاعيه كبيره جدا، والجميع يعني كل الناس يقول لك ان بيلسا هو الاستاذ، وهو طبعا هو مدرب كبير جدا وراجل يعني عبقري، لكن مفيش اي توازن جوه الفرقه. كل الماتشات اللي بتفرج فيها على ليدز يونايتد الفريق بيلعب بنفس الاسلوب، وهو متقدم وهو متاخر، وهو بيلعب جوه وبيلعب بره. وطبعا مش انا اللي هعلق على بيلسا، لان بيلسا راجل طبعا استاذ ناس كتيره في الكوره، لكن مشاكل بسيطه جدا. النهارده الهدف اللي استقبلوه كل حاجه حصلت فيه غلط، كان فرقه مدرسه كوره يعني، كل حاجه غلط، الكوره الراجل السنتر باك طلع غلط، كوره اتلعبت الباك ليفت واقف غلط، والكره بتتلعب بالعرض الباك رايت مش شايف ظهره واقف غلط. فالواضح ان بيلسا بيشتغل مع اللعيبه على وهم معاهم الكوره يعملوا ايه، بيلعبوا مان تو مان كتير جدا في نص الملعب، وده بي 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 بيتطلب مجهود كبير جدا من اللعيبه مع ضغط المباريات، مشكله كبيره جدا. ليدز يونايتد خرج من الكاس، اتغلب من فرقه يمكن درجه رابعه وعلى ملعبه، والنهارده امام برايتون، برايتون كان بقاله 10 ماتشات ما بيكسبش، والنهارده قدر ان هو يفوز على ليدز في مباراه مهمه جدا لفريق برايتون. ويست هام وبيرنلي 1-0، انطونيو ويست هام يعني بيظهر السنه دي بشكل مختلف مع ديفيد مويس، وتحس ان ديفيد مويس استعاد بريقه مع ويست هام، يعني تشم ريحه ديفيد مويس بتاع ايفرتون، وفرقه كويسه جدا. فريق ويست هام طبعا فريق كبير في انجلترا وفي لندن،
تشيلسي وفولهام. النهارده تشيلسي بيفوز 1-0 في ماتش يعني فولهام في رايي لو ما كانش طلب منهم لعيب ما كانوش هيتغلبوا. تشيلسي عنده مشاكل كبيره جدا مع فرانك لامبرد، انتقادات كبيره جدا بتوجه له. سمعنا او طلعت اخبار ان رومان ابراموفيتش بيفكر في ان هو يعني يرجع افرام جرانت. طبعا افرام جرانت عمل مع تشيلسي اكتر من مره كمدرب مؤقت، وممكن يكون بيفكر فيه ابراموفيتش. كل الاخبار في انجلترا بتقول ان هو بيفكر فيه ان هو يرجعه. في ناس تلت قالت ان هو يساعد لامبرد في اعاده تنظيم الفريق، وفي ناس قالت ان هو ان لامبرد ممكن يمشي. لسه هنشوف. ليستر وطبعا ماشي كويس جدا مع برندن روجرز. برندن روجرز مدرب كبير، واحد من افضل المدربين اللي موجودين في انجلترا. واخيرا طبعا يوم الاثنين اختتام الجوله بماتش مهم جدا، ماتش ارسنال ونيوكاسل. طبعا ارسنال بقى افضل، الفريق بيأدي بشكل افضل. نيوكاسل بيمر بمشاكل كبيره جدا مع ستيف بروس، وانتقادات كبيره جدا موجهه لستيف بروس وان هو بيلعب كره سلبيه وان هو بيلعب كره دفاعيه. عندهم مشاكل كبيره جدا نيوكاسل. طبعا ملاك النادي مايك اشلي ممكن يكون بيفكر ان هو يعمل تغيير. وستيف بروس زعلان جدا من الانتقادات اللي توجه ليه، وابتدى ينتقد اللعيبه، ابتدى ان هو يهاجم اللعيبه، وده بدايه الانهيار. ان اي مدرب ينتقد اللعيبه ممكن تحصل لك مشكله كبيره جدا، زي ما شفنا جوزيه مورينيو في المره الثانيه مع تشيلسي لما ابتدى ينتقد اللعيبه باعوه، اللعيبه ما بقتش بتادي قدام اي حد. وحتى في مانشستر يونايتد لما ابتدى ينتقد اللعيبه خلاص ما بقتش اللعيب لما بيلاقي مدرب ينتقده خلاص ما بقاش يلعب له، ما بيلعبلوش، ما بيموتش نفسه عشانه. فطبعا ستيف روس وقع في الغلط ده النهارده. لكن كلنا مستنيين ماتش بكره، ومستنيين محمد صلاح، ماتش كبير جدا. وفي طبعا عشاق مانشستر يونايتد فرحانين ان اخيرا مانشستر يونايتد موجود، وعايزينهم ان هم يكسبوا. ليفربول نفسهم ان هم جمهور ليفربول نفسهم ان هم يشوفوا ليفربول ان هو بيكسب. لكن عجبني جدا تصريحات السير اليكس فيرجسون ان هو بيشيد بليفربول وبيشيد بالعمل الرائع اللي بيقوم بيه ليفربول، حتى لو كانوا الغريم التقليدي بتاعه. محدش بقى في انجلترا لما النهارده فيرجسون مثلا طلع راجل ليجند اسطوره انجح مدرب في تاريخ البريمير ليج، محدش النهارده طلع هاجم فيرجسون في انجلترا ان هو بيشيد بيورجن كلوب وبيشيد بليفربول. زي عندنا هنا في مصر مثلا لو واحد اهلاوي ولا واحد زملكاوي اشاد بفرقه تانية الناس تحاول تطلعه ان هو من الكفار، يعني تطلعه ان هو حاجه يعني ازاي انت تشيد بعمل حد تاني او عمل مدرب تاني. النهارده اهو قدامكم اليكس فيرجسون اسطوره مانشستر يونايتد بيشيد بعمل كلوب وبيشيد بفريق ليفربول، بيقول انا 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 مبسوط ان انا اعتزلت لان انا ما كنتش عايز اواجه الفرقه دي، الفرقه العظيمه اللي بناها يورجن كلوب. محدش طلعه من جماهير مانشستر يونايتد ان هو راجل خاين، محدش بيطلعه ان هو راجل خاين خالص. الناس بتفكر بعقلها عادي، الراجل ده راجل دلوقتي اعتزل وراجل خبير كروي وراجل بيقول رايه. فكرة ان التخوين وان الكلام ده مش موجود عند الناس دي، رغم ان ده يعني ممكن حد لو عارف لو عارفين لو عندنا في مصر كانوا طلعوه ابو لهب، يعني كانوا طلعوه ابو لهب. طلعت من اسبوع انا من 10 ايام اشدت بموسيماني وقلت ان الفريق بقى بيعمل الكاونتر بريسنج او الضغط العكسي بشكل جيد، وشبهت يعني يمكن قلت ان دي نفس مدرسة ليفربول، وان البصمات الفنية الراجل يعني البصمات الفنية بتاعت الراجل ابتدت تبان على الفريق. والراجل الحقيقة موسيماني راجل مشكورا، طلع شكرني واشاد بيا وقال كلام جميل عني يعني جدا، بشكره جدا على الكلام اللي هو قاله. في ناس يعني ايه بقى طلع ازاي ان ميدو يشيب بمدرب الاهلي، شغلتي ان انا اقول رأيي الفني زي ما بشيب بباتشيكو. يعني انا الناس بتاخد نص الكلام والكلام، لا اكتر واحد بيشيد بباتشيكو وبيعظم في باتشيكو وميدو، لان فعلا الراجل وطلعت قلت اكتر من مرة ان الراجل مدرب شجاع، مدرب منظم، مدرب ما بيهموش حد، مدرب
راجل ذكر في ان هو بياخد قرارات مهمه وجاهز، بس هو اللي بيلعب مدرب عادل بنشيد بباتشيكو. لكن لما طلعت اشتم موسيماني للاسف في ناس ما كانش عاجبها ازاي ان ميدو يقول كده، والتخوين وميدو والزمالك وبتاع، قصه يعني صعبه جدا. لكن هفضل دايما اقول رايي بكل صراحه وبكل وما عنديش اي حسابات، بقول رايي. النهارده الاهلي كويس، في حاجات كويسه هقول الاهلي في حاجات كويسه، الاهلي في حاجات وحشه سلبيه هطلع اقول ان الاهلي في حاجات سلبيه، الزمالك في حاجات كويسه هنقولها ايجابيه سلبيه هنقولها، الاسماعيلي نفس الكلام بنطلع لما يكون في حاجه كويسه نشيد، لما يكون في حاجه سلبيه بنقول ان اداء مجلس الاداره مش عاجبنا، في الاتحاد بنقول، في المصري بنقول، لما في النادي المصري طلع عندهم عدد اصابات كتيره من الكورونا طلعنا قلنا ان ما كانش فيه احتياط كويس، وما كانش فيه ما اتخذوش الاجراءات اللازمه الاجراءات الاحترازيه، عشان كده كان في مشكله. بنقول بنطلع بنقول راينا في كل الانديه. لما مجلس اداره اسوان اقال سامي الشيشيني طلعنا قلنا ما ينفعش ان انت تقيل الراجل اشتغل معاك كويس والفريق عنده 6 نقط، لان قلنا الكلام ده غلط رغم احترامنا طبعا وتقديرنا الكبير للكابتن علاء عبد العال. كل الانديه بنطلع بننتقد كل ادارات الانديه وبنشيد بادارات الانديه، ما عندناش اي حسابات موجوده جوه اوضه اللبس. طبعا النهارده يعني كان اول يوم من السيستم الجديد اللي احنا عاملينه، ان احنا موجودين 5 ايام معاكم زي ما قلت لكم، من السبت للاربع كنا الاول شغالين 3 ايام بس، وانا سعيد جدا ان انا هظهر على شاشه النهار، وان انا يعني هتشرف ان انا اقدم البرنامج بتاع اوضه اللبس 5 ايام بدل من 3 ايام. وده طبعا بيتطلب مننا ان احنا نطور بعض الفقرات جوه البرنامج، وده فعلا اللي هيحصل وحضراتكم يعني هتحسوا بيه واحنا شغالين. ومعانا مفاجآت كبيره جدا في الفتره اللي جايه، اتمنى ان شاء الله ان هي تحوز اعجابكم. بشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم ليا النهارده. اتكلمنا في حاجات كتيره مهمه، اتكلمنا عن مشكله وادي دجله مع اتحاد الكوره، واتكلمنا ان نادي الزمالك يعني في خبر حصل هيقدم خطاب وهيبعت خطاب بيطالب بمشاركه محمود علاء في وان هو ما عندوش 3 انذارات، وشرحنا القصه بشكل مستفيض. اتكلمنا عن موضوع مصطفى محمد وقلنا راينا فيه. كنا طبعا كان في اتفاق مع الكابتن انيس بوجلبان ان هو يظهر معانا في زوم من تونس، لكن حصل مشكله في الاتصال. بنعتذر لكم ان احنا ما قدرناش ان احنا نجيب انيس بزوم، وهنحاول نجيبه قريب ان شاء الله في الحلقات القادمه. وطبعا اتشرفت ان انا كان معايا اسطوره نادي الزمالك واسطوره مصر الكابتن حسن يسري، كلمنا عن منتخب الهاندبول بتاعنا المنتخب العظيم والاداء الكبير، وكان معانا في مداخله مهمه المدرب العام للمنتخب المصري الكابتن مجدي ابو المجد، كلمنا عن تفاصيل مهمه جدا للمنتخب ورؤيته للفريق في مشوار البطوله. تصبحوا على خير، اشوفكم بكره على خير في حلقه جديده هيكون معايا فيها عمرو طارق نجم يعني منتخب مصر السابق ونجم نادي امبي ونادي وادي دجله، وهنتكلم معاه عمرو من الناس المثقفه اللي انا بحب اتكلم معاهم، هنتكلم معاه عن رايه في كل الاحداث اللي بتحصل. وبكره هيكون معايا هشام رشاد هيكلمني عن الملخص الحاجات بتاعت الدوري بتاعت الدوري المصري. اشوفكم بكره على خير وتصبحوا على خير.